إذا أحرم رجل بالعمرة وقصده التمتع ثم خرج بعد العمرة إلى جدة أو خارج الميقات، فهل يعتبر متمتعا إذا رجع وكمل حجة؟ الصواب أنه لا يخرج هذا عن التمتع إذا دخل مكة متمتعا بعد رمضان محرما بالعمرة وقصده الحج، ثم بعد فراغ العمرة خرج إلى الطائف أو إلى جدة لبعض الحاجات. الصواب أنه يبقى على تمتعه. وقال بعض اهل العلم انه اذا خرج مسافه قصر ورجع بالحج محرما فانه يكون بذلك قد نغر تمتعه ويكون مفردا، اذا رجع من الميقات من مسافه القصر من السير مثلا او من غير من المواقيت قيام بالحج صار مفردا. هذا قاله جماعه من العلم، ونقرب ان شاء الله والاظهر انه بهذه التصرفات بين الحج والعمره لا يكون مفردا، بل يبقى على تمتعه الا اذا رجع الى بلاده. إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد فإنه يكون مفيدا ولا دم عليه. يرى هذا عمر بن أبي رضي الله عنهما وقول عامة أهل العلم.